حياتها ودراستها الى ان تم توجيهها. بندرس فيها من اول زي ما قلت انا في على راس اولويات شغلي كانت المعاشات زيها زي القرارات السابقه، بس ده كان موضوع لازم ابتدي اتريس فيه ونبتدي نبص عليه شكله عامل ازاي. انا كانت مؤلماني جدا كلمه المهرجانات دي، نفسي اشيلها من التاريخ خالص، يعني مش عايز اعمل موضوع المهرجان ده خالص. يعني ذكرناه وذكرنا ازاي تبقى فيه ضوابط ومعايير. ده بعد ما عملنا اللجنه اللي انا قلت عليها اللي كان حاضرها قامات مصر الفنيه والسياسيه والثقافيه، وكانت توصيات، وحسيت ان وجهات نظر المجتمع كله ان هو مستاء من شكل الكلمه، مستائين من شكل اللي بيحصل، من الموضوعات اللي بتناقشها ما يسمى بالاغاني دي. حطينا الضوابط وحطينا المعايير وحضرتكم قرتوها كلها، وطبعا معانا المستشار الاعلامي للنقابه الاستاذ طارق مرتضى. لو حضرتك معاك البيان يا استاذ طارق ممكن نجيبه يا جماعه، حد يجيب لي استماره نقراتي اهو اتفضل. تاني كان القي يا استاذ طارق بعد اذنك. يعني كان الاستاذ مصطفى ومجلس الاداره كان هدفهم الغاء كلمه مهرجانات من الذاكره تماما، ووضع ضوابط ونصب عينينا مصر. يعني كان المهم عندنا اسم مصر بره، ولادنا مصر جوه وثقافتهم واطفالنا، وانتم عارفين ان الموسيقى بتشكل وجدان الاطفال في الصغر وملامح الشباب في الشخصيه في الشباب، فكان لازم ننتقي الكلمه خصوصا في عصر القياده السياسيه الحكيمه برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي. حطينا بعض الضوابط. الاستاذ مصطفى حريص جدا على الكلمه، اهم أنا حاجه انا امبارح بصيغ الاقرار ده يعني بحروف الجر عمال مركز فيه عشان اعرف انا بكتب ايه ونظبط ايه. امبارح بص اهي، اهم ما فيها ان اي حد من المطربين اللي وهبهم ربنا نعمه او اداهم رزق، معلش انا احترم رزقك وانت احترم اولاد الناس وانت احترم قيمه بلدك. فكتبنا في التعهد: اتعهد والتزم بان يخضع المصنف الفني اللي هو كل كلماتهم، مفيش حاجه اسمها يغني على كيفه وينزلها، اللي هي عايز كارنيه نقابه وعايز يمارس المهنه برخصه مزاوله وهي كارنيه نقابه، سواء شعبه الاداء الصوتي اللي هي عشان الغي اللفظ اللي انا مش حابه ده، فقلنا انه لازم يودي الكلمات للجهه الرقابيه المعتمده عندنا الرسميه اللي هي جهاز الرقابه على المصنفات، وتعهد وبيلتزم كل واحد منهم بيتعهد وبيلتزم بعدم القيام بخدش الحياء باي ايحاءات، اي ايحاء او عبارات او ايماءات تتعارض مع القيم والعادات والاخلاق المصريه، بما يضمن الحفاظ على الذوق العام المصري بكل ما تحمله الكلمات من معاني. في تعهد والتزام تاني بيقول: اي حد طالب مننا الترخيص او التصريح هيتعهد والتزم بتطبيق بنود لائحه نقابه المهنه الموسيقيه اللي هي شغل اعضائي، فانا ما تطلعش انت بفلاشه وانا عندي اعضاء عاملين عايزين يشتغلوا وعايزين يتكسبوا وعايزين يعيشوا وعايزين يديروا بيتهم، يبقى انا اطبق لائحتي من خلالك زي ما انا ملتزم في فرقتي الموسيقيه بعدد اعضاء عاملين، برضو اي حد منهم يلتزم بقوام شكل مصر، مش عشان انا مراقبه هنا في مصر، الموضوع بره مصر ويهمنا في الدول العربيه والاجنبيه ان شكل مصر يبقى افضل كمان من هنا، على الاقل انا هنا عندك انا مراقبك وانا رقيب عليك وجهاز المصنفات رقيب عليك ومباحث السياحه والجهات المسؤوله المنوط بيها حمايه اداب المهنه موجوده في مصر، بره مصر زي جوه مصر هتحترم هنا زي بره، وزي ما بقول لكم بره عندي اهم، لان اي حد مننا بيطلع يشتغل بره هو سفير لمصر هنا. اجبرتهم ان لازم اي حد هيسافر يقول لي انه مسافر سفر عمل، سفر عمل يعني راح يأدي حفلة أو خلافه، تعال اختارني كنقابة عشان أديك الترخيص اللازم ليك إن أنا أقول الراجل ده معتمد، وبما إنه معتمد ظهر كارنيه نقابة المهنة الموسيقية بيقول إن بيرجو من السلطات المختصة في كل البلاد اللي بيسافرها تسهيل مأمورية حامل هذه البطاقة، بديله صلاحية إن أنا في ظهرك، أنا سبورت في ظهرك، فخليك تعالى لي خد مني ورقة انك مسافر روح تعمل ايه عشان لما تجيني تاني هفضل اعمله تذكرة، خلي بالك خلي بالك من شكلك ومن وضعك وادائك وسلوكك والاغاني. يعني انا سألت منهم سؤال جوه قالوا لي يا استاذ طب الاغاني اللي كانت خارجة عندي خارجة قبل كده اللي هم عملوها، انا بطبق القرار على ماضي وحاضر ومستقبل، اللي عنده غنوة خارجة منهم وهشوفه بيغنيها تاني، اللي عنده غنوة خارجة منهم وهشوفه بيغنيها تاني فيها لفظ خارج فوديكا وشيفاز وبتنجان والحاجات دي هعتبره كأنها مستحدثة.
اللي عنده قديم خلاص قديمه بتاعي وما كانش بتاعه وما كانش في فترتي وما كانش ليه صلاحية المراقبة والمحاسبة. النهاردة كل شكل ليهم هيتعمل هتتحاسب عليه نقابة المياه الموسيقية، نقيب ومجلس إدارة وشؤون قانونية وكل ناس بتدير النقابة. إذن عندك غنوة خارجة ما تطلعش بيها في حفلة تاني، ده الكلام ده عشان يبقى الكلام واضح. يعني لو عندك لفظ خارج ما تقوليش ده كان قديم، لو قديم خلاص سيبه لليوتيوب بقى زي ما انت سايبه، ما تشتغليش بيه تاني، ما تصححوش في ودن ولادنا تاني، ما تتكسبش منه تاني. سرقتهم للالحان؟ لا ده موضوع تاني خالص، ده مش موضوع، مش موضوعنا. سرقه الالحان مش موضوعنا. هكمل البيان. حصل قبل كده واتخذ قرار وكمل اخر نقطه. نكمل اخر نقطه. واضح حضرتك خطه اليه ازاي للتنفيذ. اخر نقطه في البيان، هسيب الاليه دي على الله. ما احنا قايلين احنا في عندنا عقوبات هتبدا لاي حد مخالف بالغرامه الماليه، وفي الايقاف عن عمل، وفي الشطب خالص. هو يا فندم في 8 انت انت يوصل لحد الشطب يا استاذ مصطفى، انت هيوصل لحد الشطب. يعني ما يسال تشطب اشطبه لك. يعني اصل حضرتك بتقول لي انت هيوصل لحد الشطب، يعني ايه التجاوزات اللي ممكن ياخدها عشان بعيدا عن القرارات؟ بص انا هقول لكم، انتوا اخواتي ومعايا، ويعني انا هقولها بمنتهى الامانه وبمنتهى الصراحه، اللي هيحترمنا هنحترمه. خارج ما تقوليش ده كان قديم، لو قديم خلاص سيبه لليوتيوب بقى زي ما انت سايبه، ما تشتغليش بيه تاني، ما تصححوش في ودن ولادنا تاني، ما تتكسبش منه تاني. سرقتهم للالحان؟ لا ده موضوع تاني خالص، ده مش موضوع، مش موضوعنا. سرقه الالحان مش موضوعنا. هكمل البيان. حصل قبل كده واتخذ قرار. نكمل اخر نقطه. نكمل اخر نقطه. واضح حضرتك خطه اليه ازاي للتنفيذ هذا. اخر نقطه في البيان، هسيب الاليه دي على الله. ما احنا قايلين احنا في عندنا عقوبات هتبدا لاي حد مخالف بالغرامه الماليه، وفي الايقاف عن عمل، وفي الشطب خالص. هو يا فندم في 8 انت هيوصل لحد الشطب يا استاذ مصطفى، انت هيوصل لحد الشطب. يعني ما يسال تشطب اشطبه لك. يعني اصل حضرتك بتقول لي انت هيوصل لحد الشطب، يعني ايه التجاوزات اللي ممكن ياخدها عشان بعيدا عن القرارات؟ بص انا هقول لكم، انتوا اخواتي ومعايا، ويعني انا هقولها بمنتهى الامانه وبمنتهى الصراحه، اللي هيحترمنا هنحترمه. وانت عندك درجات، انا قايل لك غرامه ماليه وايقاف عن عمل وشطب. اللي هيهزر معايا فيهم يا ربنا كريم. شكرا.